طيب عاوزين نعرف بقى آلية التفتيش فيما يخص يعني تحديدا الفراخ الحية والمجمدة، لأن احنا بنشوف أسعار متفاوتة في الحقيقة ما بين منفذ ومنفذ آخر فيما يخص المنافذ الحية تحديدا. طيب هي الأسعار المتفق عليها إن هي هتخرج الفرخة الحية من المزرعة ب 65 جنيه علشان تصل ب 65 جنيه حد أقصى. 65 جنيه للكيلو. تصل للمستهلك فرخة حية 73 جنيه للكيلو حد أقصى. نعم. طبق البيت يخرج من المزرعة 115 جنيه حد أقصى علشان يصل إلى المستهلك 125 جنيه بحد أقصى. الفرخة المجمدة بتطلع من المجزر الكيلو ب 100 جنيه تصل للمستهلك الكيلو ب 100. طب خلينا نتكلم معلش يا دكتور في طبق البيض ده تحديدا، حضرتك بتقول يصل للمستهلك بكام؟ 125. طيب الرقابة عليه بتكون شكلها ايه؟ لأن أنا في الحقيقة أنا شاريه أزيد من كده. طيب تقريبا أنا شاريه من نفس المنفذ بتاعك. احنا علينا كمواطنين ومستهلكين إن احنا ما نشجعش المنافذ التسويقية المستغلة. أكيد حضرتك أنت لو اشتريته أكتر من كده، لو يعني اتحركت شوية بعيد عن هذا المنفذ بمنفذ ثاني وهتلاقيه قريب منه مش بعيد قوي هتلاقي السعر. والله يا دكتور أنا شاريه من منفذ من المنافذ الكبرى كمان اللي المفروض إنها بتوفر يعني. هتبلغ الجهات اللي أنا قلت لحضرتك عليها مباحث التموين، هتبلغ وزارة الزراعة، هتبلغنا في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة، هتبلغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو جهاز حماية المستهلك، كل هذه الجهات هتتحرك فورا وهتتعامل مع المنفذ اللي بيغالي أو بيبالغ في الأسعار. بس احنا تاني برضو علينا إن احنا ما نشجعش المنافذ التسويقية المستغلة أو التي تبيع بأسعار غير المتفق عليها في المبادرة. احنا حضرتك يمكن أنا بكلمك دلوقتي ولجان شغالة على مستوى الجمهورية، احنا رصدنا بالفعل مخالفات وزي ما قلت لحضرتك بنتخذ معاه كافة الإجراءات، ولكن العديد من التجار والمربين ملتزمون. نعم ده حقيقة، يمكن صحيح زي ما حضرتك بتقول، برضو أكون منصف إن في منافذ لما أنا سألت برضو لقيت إن السعر كان أقل في منافذ، والغريب في الأمر إنها المنافذ مش الكبيرة، مش الهايبر ماركت الكبيرة، لا بالعكس ده المنافذ اللي هي الصغيرة اللي مملوكة لأفراد يمكن تجار أصغر هي اللي لحد ما ملتزمة بين المنافذ الكبرى. عشان كده يعني يا ريت حضراتكم يكون في رقابة على هذه المنافذ الكبيرة، وحضرتك هنا عارف أنا أقصد إيه تحديدا، لي يعني ضبط الأسعار فيما يخص هذه السلع لأنها سلع من السلع الأساسية.